طالب نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي خلال لقاء السفير الروسي ماكسيم ماكسيموف القيادات السياسية في البلاد بأن تطرح خارطة طريق للمرحلة المقبلة وشكل الحكومة المنتظرة لبناء الدولة وسبل معالجة الأخطاء السابقة والأزمات القائمة، ولفت إلى انتظاره إلى ردود الأفعال بشأن تلك الرؤية للتحقق من نوايا النهوض بالواقع العراقي وتلبية متطلبات الجماهير والاستمرار بنهج المحاصصة والتهميش والإقصاء. وبيّن أن ما تشهده الساحة السياسية عبارة عن تفاهمات أساسية بين بعض القوى، وأشار إلى أن التحالفات ستنبثق حال إعلان النتائج النهائية. وأكد علاوي أن التلف الوطني لن ينخرط في أي مشروع فئوي أو طائفي.